يا مويش. وليدي تقرصت على وليداتي مزيان، خدمت عليهم، كبرتهم، كلشي، لكن ما جابش الله. هاد الساعة ما جابش الله. أنا دابا مني كبرت ما بقيت لقيت حتى شي واحد حدايا. عينيا ما بقيتش كنشوف بيهم. الطبيب قال لي ضروري خصك ديري هاد العملية. واش غادي نقول لك؟ عرفت ما نقول لك؟ لا إله إلا الله، ما عرفتش أش نقول كاع. هادشي اللي كاين. وانا والله تنبيع معاك حوايجي وبجا الله تولي تشوفي ان شاء الله. الله يحفظك وليدي، الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الحاجه عائشه. الحاجه عائشه عندها 75 سنه، عطاها الله ثلاثه الوليدات وثلاثه البنيات. توفى لها الزوج طرفيه الوباء. في لحظة من لحظات الحاجة عيشة تبحث عن نور الحياة. كيفاش؟ تبعوا معايا. كتبكي يا أمي عيشة. اسمع نقول لك، عاودي لي من الأول، عاودي لي من الأول بشوية، لك وأنا معاك، عاودي لي. أنا وليدي تقرصت على وليداتي مزيان، خدمت عليهم، كبرتهم، كلشي، لكن ما جابش الله. هاد الساعة ما جابش الله. أنا دابا مني كبرت ما بقيت لقيت حتى شي واحد حدايا. وأنا مرت دابا بعينيا ما بقيتش كنشوف بيهم. الطبيب قال لي ضروري خصك ديري هاد العملية. واش غادي نقول لك؟ عرفت ما نقول لك؟ لا إله إلا الله، ما عرفتش أش نقول كاع. أنا محتاجة دابا ومخلصاش الكرا ديالي ومريضة وضروري هاد العملية خصني نديرها. ما انا قاع ملتزم هادشي كله، ملتزمش ليه. لو كان ماشي الظروف ديالي صعيبة عليا ما بقيتش قديت نخرج لوالو. واخا انا غادي غنتعاون انا وياك في الكلام باش الناس يتبعوا معانا. تبارك الله 75 سنة، ثلاثة د الوليدات، ثلاثة د البنيات، ما كيجي عندك حتى واحد. توفى لك الراجل في ظرفية الوباء. بقيتي بوحدك، كنتي كاليه انت وياه ياك. جيتي كريتي عند هاد المراه 3 شهور دابا انت ما مخلصهاش وحشمانه ياك. هادشي اللي كاين ها. مشيتي عند الطبيب على عينيك ما بقيتيش كتشوفي. اشنو قال لك الطبيب على عينيك؟ غير واحد الاخت اللي قالت لي الله نديك، انا شفتك ما بقيتيش كنمد لك الحاجه ما كتشديهاش من عندي، ويا سديني عند الطبيبه. هذيك الاخت هي كانت كتعاونني مره مسكينه. قولي لي اش قال لك الطبيب؟ وهذاك الطبيب كان في البرانس، هو غالي شويه، وداتني لعندو. الطبيب دابا قال لي خصك ديري هاد العمليه ضروريه، الا ما درتيهاش غادي يعمل لك العينين بشوش، ما نبقاش نشوف بهم كاع نهائيا، وما عندك حتى شي حل من بعد. يعني دابا ضروري خصني ندير هاد العمليه. وانا كيتسالني الدين ما بقدرش نديرها، والراميد سالا ليا ما نقدرش. الراميد راه عطاوني عام ديال الاجل، يعني بعيد عليا الحال باش نقدر ندير، باش نمشي لعندهم ناخذ رونديفو. كتشوفي دابا شحال كتشوفي؟ ها؟ شحال كتشوفي دابا؟ اه دابا شويه ماشي بزاف. انا كنبان ليك ولا بالضبابة؟ لا غير الضبابة في عيني، غير الضبابة شويه، داكشي كيبان في الوقت الى القرب هكا. ولكن ملي كنمشي في الشارع ما تنقدرش نمشي، ضروري ندير كاز في يدي باش كنمشي به. وما كنتش. شكون اللي كيجيب لك ما تاكل يا امي؟ انا غير جارتي مسكينه هي اللي كتحن عليا ديال 6 شهور دابا، وهي مسكينه محنه معايا صراحة. يعني وهي الدار ماشي ديالها، كارين ليا، ولكن خوتها اللي كياخدو الكرا، وهي ماشي ديالها الدار. وما هي مسكينة قالت لي ما ناخد من عندك والو لو كان كانت ديالي. واخا كيجيو يصدعوها دابا مرة مرة، كتقول لهم أنا مكلفة، يجيب لها الله راه غادي تخلصنا. صافي أنا كنطلب من الناس يعني اللي بقيت فيه راه غادي يعاوني وصافي. قال لك شنو قال لك الطبيب؟ الطبيب على عينيك. دابا عينيا قال لي ضروري هادشي. المبلغ، المبلغ اللي قال لك باش ديري العمل. المبلغ قال لي دابا 1,030,000 ريال باش نديرو بالتحاليل بكلشي. تولي تشوفي. هو نقص لي ماشي، قال لي وتولي تشوفي مزيان. هادشي اللي كاين. وانا والله تنبيع معاك حوايجي وبجا الله تولي تشوفي ان شاء الله. الله يحفظك وليدي، الله يحفظك. الله يسترك يا مشاهدينا الكرام. كما تبعتوا معنا أم عائشة 75 سنة، كا
كانت الامنيه ديالي انا ما تكونش في هذا الفيديو، ولكن من الطبيعي جدا انني خصني نوضع في الصوره باش الراي العام يستوعب معنا اكثر الموضوع. عندها ثلاثه الوليدات وثلاثه البنيات. قلت لها علاش مهمتي انه ما تيجوش عندك وهذا؟ قالت لي الام تتبقى ديما الحنان ديالها. قالت لي الله اللي عن بهم حتى هما وما فحالهمش، وعندها واحد البنيه فيهم مريضه لا زالت تدافع بشتى الطرق. هذه هي الام على دوك الوليدات كيفما كان الوضع. هي الان عندها تجاره تتسالى 3 شهور كانت كاريه ب 22000 ريال بالضبط، هي اللي كتساعدها في ما تاكل ما تشرب. والطبيب اللي كانت عنده قال لها 1,300,000 ريال من اجل العمليه باش يحيد لها ديك الجلاله اللي عندها باش تولي تشوف. مشاهدينا الكرام والله العظيم الى كلام كيمشي للقلب مباشره. النداء ديالنا لجل المغاربه ارجوكم اننا نساعدوا هذه الام وفق المستطاع. انا غنوضع رقم الهاتف ديالها والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام كما اقول دائما لا صله لنا بالشق المالي، المعامله بين المحسنين وذاك المحتاج. المغاربه في المغرب وخارج المغرب ارجوكم ساعدوا معيشه 75 سنه تولي تشوف، تبحثوا عن نور الحياه كما قلت في السابق. نوصلوا هذه الرساله ونديو مع الاجر كلنا يا ربي. مشاهدينا الكرام في حاله الى ان شاء الله توفقات في المبلغ غادي نوضعكم اكثر في الصوره وغادي ننتقل معها وغادي نتبع معها الامور حتى تولي بخير وعلى خير يا ربي. مي الا بغيتي اي كلمه اخيره قولي لي اللي بغيتي انا غنوضع يسمعها معنا الناس. انا تنشكركم بزاف وتنشكرك انت بالخصوص. الله يسترك المهمتي اللي الله يسترك. حشك حشك. انا اضطريت باش ندير هذا الشيء، اضطريت ما كنتش باغا ندير حتى شي حاجه. كنخرج ولكن ما تنقدرش نقول لشي واحد. غادي نقول لكم الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين وصافي. مشاهدينا الكرام واخا مهمتي الله يسترك يا ربي. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لهذا الملف ديالها ان شاء الله وسوف نوافيكم دائما بالجديد. غنوضع رقم الهاتف ديالها ارجوكم. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن. شكرا لكم.